أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث تواصل وزارة الأوقاف تقديم الأسبوع الثقافي الثاني لها بعد نجاح الأسبوع الأول الثقافي في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وذلك في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف رائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة مصر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، إيماناً منه أن الثقافة تنمي الوعي والفكر وكذا تنمي الانتماء الوطني. إنسان مثقف إنسان يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف دينه ويعرف حق وطنه. إنسان مثقف إنسان مستنير إنسان حضاري. فإيماناً من وزارة الأوقاف ومن رائدها معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، تنظم وزارة الأوقاف هذه الأسابيع الثقافية، بدأتها بالأسبوع الأول بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وبعد تحقيق النجاح الباهر لهذا الأسبوع الثقافي تواصل وزارة الأوقاف انطلاق الأسبوع الثاني الثقافي من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ومن حسن الطالع أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحباب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي هذا اليوم الأول مع أول ليلة من شهر الله المحرم، بداية عام هجري جديد، كل عام وأنتم وبلادنا الحبيبة مصر والأمة الإسلامية بل والعالم أجمع بكل الخير واليمن والبركات، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى بلادنا الحبيبة مصر بكل الخير. حفظ الله مصر بحفظه وأمنها بأمنه ورزقها برزقه وحفظها بحفظه ونصرها بنصره، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، ولقاء اليوم يدور حول درس من دروس الهجرة النبوية، والدروس كثيرة، ولكن معنا عالمان وعلمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا
فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، ومعنا عالم وقائد من قادات ومفكري وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف. سوف نتحدث في هذا اللقاء حول درس من دروس هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هذه الدروس. ولكن درس اليوم يدور حول الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة. دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أبشر دائما إن مع العسر يسرا، فأبشر بفرج الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، خير بداية لنا دائما وأبدا أطيب الذكر وأحلى الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you.
عليها. والله على كل شيء قدير. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الثقافي الإيماني الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسبوع الثاني من الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف إيماناً من رائدها وراء تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر، معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، بأهمية الثقافة وبأهمية نشر الوعي ونشر الفكر الوسطي الذي يوضح ديننا الحنيف السمح ويوضح وسطية هذا الدين. وكما قلنا إنسان مثقف إنسان يعرف كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يتعامل مع جيرانه، كيف يتعامل مع أهله، كيف يتعامل مع أهل وطنه، كيف يحب وطنه الذي ولد على ترابه وشرب من نيله وتربى بين دروبه وتعلم في مدارسه وفي جامعاته. أهمية الثقافة أدركها رائد وزارة الأوقاف معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، ومن هنا كان تنظيم الأسابيع الثقافية. وهذا هو الأسبوع الثاني، والأسبوع الأول بدأته وزارة الأوقاف من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقد لقي ترحاباً وترحيباً وحضور عظيم
من محبي العلم والثقافة والعلماء في بلادنا الحبيبة مصر، وحقق نجاحا واسعا عظيما. ثم كان هذا الأسبوع الثاني الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف وعلماء مصر الكرام، يتقدمهم فضيلة وسعادة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من محبي العلم والعلماء والثقافة في بلادنا الحبيبة مصر، وجمع غفير من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظن أنها لا تفرج، ولكن كيف لا تفرج؟ وكيف لا يتبدد العسر ويذهب الضيق ويأتي الفرج؟ ألسنا مع الله؟ ألسنا في معية الله؟ ومن كان الله معه فمن عليه؟ لذلك أيها الأحبة، أيها الجمع الكريم، لذلك كان أول سؤال سألته السيدة هاجر لسيدنا إبراهيم عليه السلام بعدما تركهم في صحراء جرداء قاحلة لا ماء فيها ولا شجر، ماذا قالت له السيدة هاجر رضوان الله عليها؟ قالت لسيدنا إبراهيم سؤالا واحدا: الله أمرك بذلك؟ قال لها: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. من كان الله معه فمن عليه؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بعد الضيق يأتي الفرج. وفي هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء النصر وجاء الفرج، بعدما ضاقت الأرض على حبيبنا المصطفى وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جعل الهجرة نصرا وفتحا مبينا. أيها الأحبة، نستمع الآن إلى كلمة العلم من علم من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، مع فضيلة وسعادة الأستاذ الدكتور غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، فليتفضل. الحمد لله، الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وبنور وجهه تشرق الأرض والسماوات. سبحانك ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن حادثة الهجرة حدث عظيم وحدث مهم، بل هو حدث من أهم وأعظم أحداث التاريخ الإنساني. ولو أنصف المؤرخون لجعلوا من هذا الحدث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجعلوا من هذا الحدث تاريخا للإنسانية جمعاء. وهذا الحدث العظيم له ما بعده، وما بعده عظيم
وجليل. فبعد الهجرة ووصول الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ تأسيس أول دولة في الإسلام. بدأ التاريخ يسجل في سجلاته هذا التاريخ، تاريخ أمة عظيمة، أمة سادت الدنيا ووصلت إلى كل مكان على ظهر البسيطة. بدأ التاريخ يسجل أنه أقيمت للإسلام دولة، ولهذه الدولة دستور، دستور يسوي بين البشر جميعا. وثيقة المدينة التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوى بين الجميع، لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا فرق بين مسلم وغير مسلم، ولا فرق بين أبيض وأسود، كل الناس تظلهم مظلة واحدة. أول وثيقة في الدنيا تعطي حق المواطنة للجميع بلا استثناء. وبدأت الدولة الإسلامية بهذا التاريخ أو بعد هذا التاريخ العظيم. وما كان لهذا الأمر العظيم، وما كان لهذه الأمة أن تصل إلى هذه الحالة التاريخية إلا بمعاناة وشدائد ومحن تعرض لها القائد الرسول البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. والمحن كثيرة، والشدائد التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم واحدا من أولي العزم الخمسة، الرسل الخمسة أولي العزم. كان محمد صلى الله عليه وسلم على رأسهم لما تعرض له من أذى واعتداء وابتلاءات من قومه. وسوف أتحدث أو أذكر من هذه الشدائد والبلاءات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الفرج بمعجزة، منحة في صورة معجزة لم تعطى لأي نبي ولا رسول إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هي مجموعة من البلاءات سبقت رحلة الهجرة، تجمعت مع بعضها ليأتي الفرج، وما شدة إلا وبعدها فرج. يا شدة اشتدي تنفرجي. وأول هذه الشدائد هو حصار قريش لبني عبد مناف وبني هاشم في شعب أبي طالب. حصروا حصار شديد لبني هاشم وبني عبد مناف
في شعب من شعاب مكة يسمى شعب أبي طالب. واستمر هذا الحصار لبني هاشم وبني عبد مناف آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الأشجار، ورق الشجر كانوا يأكلونه. كانت محنة شديدة تعرض لها رسول الله، وكان من أشدها على نفسه أن قومه محاصرون معه. بعد 3 سنوات خرج رسول الله من هذا الحصار ومن هذه الشدة ومن هذا البلاء ليدخل في بلاء آخر قد يكون أشد وأعظم، لأنه سمي هذا العام عام الحزن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف بين كتاب السيرة بأنه عام الحزن. عام الحزن ليه؟ لأن ما هو مات فيه مظلته، مظلة الحماية له من قومه. مات في هذا العام عمه أبو طالب، ثم أعقب ذلك موت مظلة الأمان والمودة والسكن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فسقطت هيبة رسول الله عند قوم قريش، لأن الحماية التي كانت تحميه لم تعد موجودة. لا أبو بكر، لا أبو طالب موجود، ولا خديجة موجودة. وأدرك الرسول ذلك فعرج بنفسه على أهل الطائف، لم يذهب إلى مكة إنما ذهب إلى أهل الطائف لعله يجد فيهم من يستمع إليه، من يستجيب له، من يشد عضده ويسانده، لأن له كانت له قرابة مع قبيلة ثقيف، فظن أنه بهذه القرابة سيجد عندهم الحماية وسيجد عندهم من يستجيب له. ولكنهم طردوه ورفضوا أن يؤووه، ولم يقبلوا منه دعوته. وقد وصل الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجدي عطفهم أن لا يبلغوا قريشا برفضهم له حتى لا يشمتوا فيه. ثم لم يكتفوا بهذا، وإنما كانوا قوم خسة وبؤس، فجعلوا صبيانهم وعبيدهم يقفون في صفين ليرجموا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حتى شج رأسه شجا كبيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس، لأنهم كانوا يرمونه في أقدامه ليحمي أقدامه، فكانوا ينهضونه ويمسكوه كده ويرفعونه ليضربوه، حتى إذا ما انفلت منهم وجلس إلى حائط بستان وتوجه إلى ربه يدعوه ويسأله: اللهم إني أشكو إليك قلة ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين. فتفتح له أبواب السماء ويسمع الله دعاءه ويأتيه ملك الجبال ليقول له: لو أردت أن أطبق الأخشدين لأطبقتهما عليه صلى الله عليه وسلم. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا،
لعل الله يخرج من أرحامهم من يعبده ويوحده. كانت هذه أيها الأحبة في الله، هذه من البلاءات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أعقبتها منحة الإسراء والمعراج، حيث كان التكريم له في مقام معلوم عند رب العالمين. وهكذا في كل شدة وفي كل كرب وفي كل ضيق لا بد أن تصحبه فرج وأن تصحبه منحة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من علم من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، سعادة وفضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الديني من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ضمن الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الأسبوع الثقافي الثاني الذي تنظمه وزارة الأوقاف بعد النجاح الباهر الذي حققه الأسبوع الأول في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الجمع الحضور، والآن نستمع أيضا إلى علم من أعلام وزارة الأوقاف ومن أعلام الدعوة في بلادنا الحبيبة مصر، ومن قادة ومفكري وزارة الأوقاف، مع سعادة وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الأرض والسماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة دار البقاء. نحمده سبحانه وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء. وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الرسل والأنبياء، وإمام الصالحين والأتقياء، وعلى آله وصحابته الأجلاء، وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. ورضي الله عن سيدتنا نفيسة صاحبة هذا المقام، وعلى آل بيته الطيبين الأنقياء. وبعد، فكل عام أنتم بخير،
بمناسبة العام الهجري الجديد، أسأل الله تعالى أن يجعله عام رخاء ورقي وسلام للإنسانية جمعاء. في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لراعي هذا المنتدى الثقافي والفكر المستنير في ربوع جمهورية مصر العربية، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. كما أتقدم بالشكر والتقدير لحضراتكم على هذا الحضور وعلى حسن الاستماع، ثم أدور بحضراتكم في هذه الدقائق المعدودات حول آية من الآيات القرآنية التي استمعنا إليها منذ قليل، والتي تتعلق بموضوعنا الفرج بعد الشدة. في معرض حديث القرآن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أحلك الظروف وأضيقها، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من أحب البلاد إليه، عن طيب خاطر، وإنما أخرج منها. ولا شك أن هذا يؤلم النفس. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. سيدنا أبو بكر الصديق يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. من الذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ الله. جرت العادة وسنة الله عز وجل في خلقه أن من يحسن الظن بالله ويتوكل على الله تصحبه معية الله. لذلك قال الله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. درس في قوة الثقة في الله وفي حسن الظن في الله. وهكذا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فلا. هنا ظن النبي صلى الله عليه وسلم بربه خيرا، وقال لسيدنا أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ إذن معية الله عز وجل تكون لمن يحسن الظن بالله، لمن يحسن التوكل على الله. وأذكر نفسي وأذكر حضراتكم بأن حياة الإنسان تدور بين اليسر والعسر، وكلاهما نعمة. فاليسر يكون بالشكر، والله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والعسر نعمة أيضا لمن صبر ورضي بقضاء الله وقدره، واليسر يكون بالصبر، والله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ألمت بك ضائقة في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك، ورضيت بقضاء الله وقدره، وأيقنت أن ذلك ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، أخرجك الله عز وجل من الضيق إلى السعة، ومن الشدة إلى الفرج،
كما فعل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. من الذي أعشى أبصار هؤلاء؟ الله. الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، وفي قراءة فأعشيناهم. والعشاء أن ترى العين مفتحة لكنها لا ترى. من الذي ينير للعين؟ الله. بكن ترى العين وبكن قد لا ترى العين. فأعشيناهم فهم لا يبصرون. يبقى الدرس الأول، إذا ابتلي الإنسان في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده وصبر راضيا بقضاء الله وقدره وطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، حياتك كلها خير والله، لكن لمن أحسن الظن بالله. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن حياتك كلها خير، لكن إذا رضي الإنسان بقضاء الله وقدره. يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. إذن معية الله تكون لمن يحسن الظن بالله ولمن يحسن التوكل على الله. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام تعرض للقتل، تعرض للقتل وألقي به في غيابة الجب، وبيع بثمن بخس، وربي في بلاد الغربة، وافتتن في نفسه وسجن بغير حق، ومع ذلك ظل صابرا ومحتسبا وراضيا بقضاء الله وقدره. فماذا كانت النتيجة لما رضي بقضاء الله وقدره وعلم أن ذلك ابتلاء وامتحان من الله؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الظن به وحسن التوكل عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. كما أسأله تعالى أن يجعل مصرنا واحة للأمن والأمان، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. الشكر موصول لكم جميعا على حسن الاستماع، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت هذه الكلمة الطيبة العطرة من سعادة وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن فرج الله بعد الشدة وبعد أن تضيق، ولكن يتبدد الضيق ويذهب الهم والغم والحزن، ويأتي الفرج ويأتي الفرح، وتأتي السعادة ويأتي البشر وتأتي الهناء. هكذا رأينا ذلك كما حدثنا عالمنا في هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي خرج من مكة مطرودا، تاركا
وطنه، تاركا بيته، تاركا أهله، تاركا ماله، يدخل المدينة المنورة قائدا ومعلما ورئيسا وملكا، ختم الله به النبوات وختم الله به الرسالات. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. بشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن بعد الضيق يأتي الفرج، وبعد الشدة يأتي فرج الله سبحانه وتعالى، فأبشر دائما. وكما قال الإمام الشافعي: لا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية صفرا خائبتين. ونحن أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الإيماني الديني الذي تنظمه وزارة الأوقاف في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر معالي وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هذا الأسبوع الثقافي الثاني بعد نجاح الأسبوع الأول في مسجد مولانا الإمام الحسين. نختتم هذا اللقاء بهذه الأدعية وهذه الابتهالات التي يقدمها لنا بلبل من بلابل مصر، فضيلة الشيخ محمد الصعيدي مبتهلا وداعيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا واستعملنا بسنته في هجرة المختار، كم من آية للعالمين.
كم كذبوا وعذبوا أصحابه بالجوع والتشريد أو بالنار ورموا جزورا وأجمعوا أن يقتلوه بقاطع بتاري لكنه وهو النبي صلوا عليه لكنه محمد ترعى للكيد أعيا ولا يوما بدا مترددا من خيفة الفجار بل قال لو يساري لم ألذ بفراري من حب قلبي للحبيب محمد نلت المنى وشهود وجهك يا حبيبي بغيتي ومرادي أنت الوسيلة أنت نور قلوبنا أنت الشفيع لحضرة المتعال بشرى لمن عشقوا جمال محمد نالوا القبول من الولي الوالي
النبي صلوا عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. صلاةً وتسليماً عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير مخلوقٍ وأفضل مرسلٍ وشفيع قومٍ أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. أيها الأحبة، أيها الجمع الكريم، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الصعيدي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الثقافي الإيماني الديني الذي تنظمه ونظمته وزارة الأوقاف ضمن الأسبوع الثاني الذي بدأته وزارة الأوقاف اليوم وفي هذه الليلة الكريمة المباركة. هذا الأسبوع الثقافي هو الأسبوع الثاني الذي تنظمه وزارة الأوقاف، بدأ اليوم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. بدأنا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ثم تلا ذلك كلمة العلم من فضيلة وسعادة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، ثم تحدث علم من أعلام وزارة الأوقاف ومن قادتها ومفكريها فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة. وكنا نتحدث في موضوع من دروس الهجرة النبوية الشريفة، الفرج يأتي بعد الضيق. تحدث العالمان والعلمان في هذا الموضوع، ثم اختتمنا هذا اللقاء بهذه الأدعية وهذه الابتهالات قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الصعيدي. وقد حضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف ومن علماء مصر الحبيبة ومن محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمهم فضيلة وسعادة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة. كما حضر معنا هذا اللقاء أعلام أئمة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وخطبائها، فضيلة الدكتور العالم الجليل فضيلة الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، وأيضا العالم والجليل فضيلة الشيخ محمد العدل إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الجمع الكريم، هذه هي مصر الحبيبة، وهؤلاء هم علماؤها، وهؤلاء هم مفكروها، وهؤلاء هم من نقتدي بهم، هؤلاء هم علماء مصر الحبيبة التي قال عنها المولى سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأمنها بأمنه، ونصرها بنصره، ورزقها برزقه، وحفظها بحفظه، وأنزل عليها الأمن والأمان والسخاء والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، بل وعلى سائر بلاد العالمين. اللهم آمين.
أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، غدا يتجدد اللقاء مع ليلة ولقاء ثقافي آخر ضمن الأسبوع الثاني الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية رائدها ورائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة مصر، فضيلة ومعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.